شي فخر إلينا احنا كبحرينيين ان احنا نلعب في هاي البطولة، هذه الأولمبياد. هذا شيء واجد كبير، بالعكس يعني هذا شيء مو بس إلينا كأشخاص، إلينا كشعب كامل، ان احنا نرفع علم البحرين في محفل عالمي، ممكن اكبر محفل عالمي، وشعور لا يوصف صراحة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاستعدادات واجد ممتازة. لعبنا مباريات مع استونيا 3 مباريات، والحمد لله يعني لعبنا وشفنا وضع الفريق شوي، والاستعدادات واجد ممتازة. يمكن بدين تقريبا صار لنا 3 شهور، احنا اعداد يعني مع المعد البدني فابيو، يعني ما قصروا يعني، بس شهرين تقريبا اعداد قوي وياه. فجاء ارون بعده كمل الاعداد وياه، وقعدنا نلعب فني، يعني دخلنا في الفني، والحمد لله الاستعدادات واجد ممتازة. والله الجاهزية الحمد لله، أنا أشوف الحمد لله رب العالمين، إصابات شوي قليلة صاروا، والحمد لله نتمنى أن ما يكون هذا الشيء موجود، لأن إذا الكل موجود الكل راح يكمل بعض يعني. والحمد لله الفريق أشوفه جاهزيته واجد زينة، كنا نحتاج أن احنا نلعب مباريات أكثر، بس الوضع الكورونا والسفرات شوي على قولتنا الكلام متكرر، أن ما نقدر نطلع يعني في أي وقت يعني. والله هذا قبل الشيء يعني، قبل ما يصير الشيء شخصي، هاي الى البلد بكبره يعني، شيء فخر الينا احنا كبحرينيين ان احنا نلعب في هاي البطوله، هذه الاولمبياد. هذا شيء واجد كبير، بالعكس يعني هذا شيء مو بس الينا كاشخاص، الينا كشعب كامل، ان احنا نرفع علم البحرين في محفل عالمي، ممكن اكبر محفل عالمي، وشعور لا يوصف صراحه يعني. هاي كل شخص يتمنى انه يروح، والحمد لله احنا عقب تعب سنين قدرنا احنا نتأهل لهالبطوله.